حركة عفوية صفة حملت الكثير من الدلالات وأثارت ردود أفعال واسعة من المتابعين، خصوصا وأن الأميرة رجوة لم تقم بشيء يستدعي أن يحدث معها ذلك الموقف المحرج الذي رصدته عدسات الكاميرات خلال الاحتفال الكبير. فماذا حدث؟ وقفت الأميرة رجوة الحسين في الاحتفال الكبير تستقبل الضيوف والمهنئين بليلة العمر التي يعيشها كل إنسان في حياته مرة واحدة فقط. وكانت الأميرة تسلم على كل ضيوفها بود وترحاب كبير، ولم تتوقع أن يحدث موقف محرج كهذا معها. فخلال الاحتفال بزفاف الأميرة الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني على الأميرة رجوة الحسين، بدأ الضيوف في مصافحة العروسين، وكما هي العادة عند اللقاء تحدث بعض المجاملات وتبادل التحية والتهانئ وبعض النصائح التي تستغرق بضع ثواني معدودة بين الضيوف والعروسين. لكن الأمر يبدو أنه لم يعجب الضيف الإنجليزي الذي حضر وزوجته لتهنئة الحسين ورجوة، حيث لم يتحمل تلك الثواني المعدودة وبدا عليه الضجر من الموقف، مشيرا بيديه بحركة اعتبرها البعض غير لائقة. وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون في لحظة محرجة حدثت معهما خلال زفاف الحسين ورجوة. ورصدت الكاميرات الأمير ويليام وهو منزعج من إطالة ميدلتون الحديث مع الأميرة رجوة الحسين خلال تهنئتها، وقام بحركة بيده تشير إلى انزعاجه مطالبا زوجته بإنهاء الحديث مع رجوة والذهاب، حيث بدأ أنه لم يعد يريد البقاء أكثر في الحفل ويريد الانصراف. بالطبع انتشر مقطع الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من اللقطة المحرجة وغير اللائقة التي تعامل بها أمير ويلز مع زوجته والأميرة رجوة، خصوصا وأن ما فعله جرى تصويره وظهر أمام الجميع. المتابعون أكدوا أن المصافحة بين كيت ورجوة لم تأخذ الكثير من الوقت، ولم يكن ليحدث شيء لو انتظر ثواني أخرى إلى أن تقوم الأميرتان بإنهاء اللقاء بشكل لطيف كما بدأ بشكل لطيف. في حين رأى آخرون وأكثرهم من الرجال أن ما فعله الأمير ويليام يقوم به أغلب الرجال مع زوجاتهم عندما تبدأن بالحديث مع سيدات أخرى، لا سيما لو كانت صديقتها أو مقربة إليها، حيث يخشى الزوج أنه ربما لو لم ينبه زوجته إلى ذلك فقد لا تشعر الزوجة بنفسها إلا وهي تتحدث مع صديقتها لساعات وليس دقائق فقط. وهو أمر من غير المناسب أن يحدث في حفل زفاف كهذا، وخصوصا وأن الكثير من الضيوف خلفهم وينتظرون دورهم لمصافحة وتهنئة الحسين ورجوة. وأنت ما رأيك فيما فعله أمير ويلز مع رجوة وزوجته؟